نروح مع حضراتكم لجولة خارج القاهرة مع أخبار المحافظات. في كفر الشيخ شهد مصيف بلطيم تنظيم فعاليات المهرجان الرياضي وسباق اختراق الضاحية للمصطفين. أما في شمال سيناء فتم البدء في إصلاح وترميم طريق العريش مزار. كمان في محافظة أسيوط أكدت أنه تم إجراء الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1600 حالة خلال القافلة الطبية اللي نفذتها مديرية الصحة والسكان بقرية باقور. كمان محافظة الوادي الجديد أعلنت فتح فصل تعليم صناعي تخصصي فني وده لتركيبات الكهربائية. تعالوا مع بعض نتابع. أخبار كتيرة شهدتها المحافظات. في كفر الشيخ شهد مصيف بلطيم تنظيم فعاليات المهرجان الرياضي وسباق اختراق الضاحية للمصطفين اللي بتنظمه مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ لخدمة المصطفين وبهدف تنشيط السياحة الداخلية بالمدينة. انطلق السباق من أمام بوابة مصيف الشباب وبينتهي أمام ملعب مصيف بلطيم بشاطئ النرجس بمشاركة 120 شاب من المصطفين وإعداد جوائز للفائزين في سباق اختراق الضاحية. أعلنت محافظة شمال سيناء بدء إصلاح وترميم طريق العريش مزار وده للحد من حوادث السير على الطريق الدولي العام اللي بيربط العريش ببئر العبد غرب المدينة، وبدأت شركات المقاولات بالعمل على إصلاح الطريق ورفع كفاءته وردم الحفر وتحويل مسار شاحنات الملح اللي تسببت في بعض الحوادث على الطريق الدولي العام غرب العريش. أيضاً محافظة أسيوط أكدت أنه تم إجراء الكشف وتوفير العلاج ل 1604 حالة خلال القافلة الطبية اللي نفذتها مديرية الصحة والسكان بقرية باقور التابعة لمركز أبو تيج على مدار يومين ضمن خطة القوافل الطبية العلاجية اللي بتنفذها وزارة الصحة بالمحافظة شهرياً في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لإيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً، وده في التخصصات الطبية المختلفة كالبطنة والأطفال والجراحة والأسنان والجلدية والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والأنف والأذن والحنجرة والرمد. كمان محافظة الوادي الجديد أعلنت فتح فصل تعليم صناعي تخصص فني تركيبات كهربائية بنظام الثلاث سنين للعام الدراسي 2024-2025 بمقر مدرسة باريس السنوية الزراعية لخدمة طلاب مركز باريس، وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالفصل الجديد 250 درجة حرصاً على تقديم كافة سبل الدعم لطلاب المحافظة. في الفيوم قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بإعادة إعمار وتأهيل 25 منزل دعماً لذوي الهمم والأرامل في عزبة قلمشاه بمركز إطسا في محافظة الفيوم، وبيتضمن ترميم جدران المنازل المتهالكة وعمل أسقف وتركيب الأبواب والشبابيك وعمل المحارة والدهانات وتركيب السيراميك والحمامات والمطبخ وعمل وصلات الكهرباء ومياه الشرب النقية. شهدت سماء مدينة الأقصر انطلاق 30 رحلات بالون طائر على متنها 600 سائح من مختلف الجنسيات وسط استعدادات أمنية مشددة. وصل السائحين لمطار إقلاع البالون بالبر الغربي في تمام الساعة 5 صباحاً، وتمت الرحلة بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وبعد موافقة هيئة الأرصاد الجوية على الإقلاع.